قال الجيش الإسرائيلي يوم أمس الاثنين إنه قام بتوجيه ضربة عسكرية ضد موقع عسكري تابع للتنظيم المتطرف في سوريا بدءا من يوم الأحد وحتى صباح يوم الاثنين، ردا على الهجوم الذي تعرض له الجيش الإسرائيلي في مرتفعات الجولان. تعد هذه الضربة الثانية التي يستهدف بها الجيش الإسرائيلي أهدافا تابعة للتنظيم المتطرف داخل سوريا في غضون 24 ساعة بعد وقوع الهجوم عليه. يذكر أن الموقع العسكري الذي استهدفه الجيش الإسرائيلي هو مركز قيادة تابع للتنظيم المتطرف في سوريا، ولم يعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد القتلى والمصابين في صفوفه، لكن المتحدث باسم الجيش أكد أنه بعد الضربتين لم يعد التنظيم المتطرف يشكل أي تهديد لإسرائيل. هذا وفي صباح يوم الأحد الماضي شن مسلحون في منطقة خاضعة للسيطرة السورية في مرتفعات الجولان هجوما على منطقة تسيطر عليها إسرائيل مستخدمين قذائف الهاون، ورد الجيش الإسرائيلي عليهم لاحقا، كما أرسل القوات الجوية لدعمه، ما أسفر عن تدمير سيارة تابعة للمسلحين وقتل أربعة من عناصرهم.